حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا حي يا قيوم، يا حي يا أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيقنا.
واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وخطاه وإجرامه. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وإيمان وأمان وحياة سعيدة. يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم عجل بالنصر والتمكين لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين كل ضراء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الأعراض والدماء. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على النبي المصطفى المختار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليه وعلى جميع الآل والصحب الأخيار. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.